الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا المثل من أمثال القرآن. يقول تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. كسراب بقيعة يعني في أرض مستوية، يحسبه الظمآن ماء إذا نظر إليه من بعيد، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا مثل يضربه الله سبحانه وتعالى لأعمال الكفار، حتى لو عملوا أعمالا خيرية في الدنيا من أعمال البر، ولكنهم قدموا على الله بغير توحيد ولا إيمان، فما حكم أعمالهم هذه عنده؟ هل لهم ثواب عليها أم لا؟ من الأصول المتقررة في هذا الدين بالأدلة من الكتاب والسنة أن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا له على أساس من التوحيد والإيمان، وصوابا على الشرع وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مهمة هذه، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن أعمال الكفار الخيرية في الآخرة لا ثواب لهم عليها ولا وزن لها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعض الناس ينظر فقط إلى العمل من حيث هو ولا ينظر إلى العامل، وهذه المشكلة. يقوم العمل من حيث هو عمل، لكن العامل ما يخطر بباله أنه لابد أن يكون العامل مؤمنا موحدا غير كافر ولا مشرك، مخلصا غير مراء ولا منان، حتى يقبل الله عمله. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومن هنا نعلم الإشكال الذي يقوم عند بعض المسلمين لما ينظر إلى مخترع الكهرباء ومخترع المكيفات ومخترع ويقول: هؤلاء عملوا أعمال خيرية عظيمة، نفعوا البشرية، سهلوا على الناس الحياة، ساهموا في إزالة المشاق، أكيد هؤلاء في الجنة. نقول: مهلا مهلا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يكن مؤمنا بالله، إنه لم يكن موحدا لربه، كان ملحدا كافرا مشركا. ولذلك من أين يؤتى الناظرون إلى هذه الأعمال الذين يحكمون لمثل هؤلاء بالجنة؟ أنهم ما تعدى نظرهم متعة الحياة الدنيا، لكن ما هو موقف هذا العامل أو المخترع من رب العالمين؟ ماذا يعتقد في الله؟ هنا معقد الأمر. ومن عدل الله أنه يكافئ الكافر على عمله في الدنيا،
ما دام هو عمل للدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فيعطيهم في الدنيا أموالا أولادا صحة شهرة إلى آخره. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. إذن هذه الآية ضرب الله فيها مثلا عظيما لأعمال الكفار التي بنوها على غير أساس صحيح من إيمان وتوحيد وإخلاص، وهم يقولون هذه أعمال خيرية وأوقفنا ثرواتنا ونصف ثرواتنا، فيصلون بها أرحاما ويكفلون بها أيتاما ويطعمون بها جوعا ويدرسون بها طلابا ويعالجون بها مرضى. هذا يذكرنا بما كان يتباهى به بعض مشركي قريش في الجاهلية، كسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع شركهم، يعبدون اللات والعزى وهبل. فقال الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لا. قال هنا في الآية: والذين كفروا أعمالهم كسراب كسراب. هذا الذي يراه السائر في الأرض في نصف النهار عند شدة الحر، يرى من بعيد شيئا يشبه الماء، بقيعة في الأرض المستوية، يظنه ماء ويغتر به ويمشي إليه، فإذا قرب منه ما رأى شيئا. وهكذا سمي سرابا لأنه يسرب، أن يجري كالماء يذهب. بقيعة، القيعة جمع قاع، وهو من بسط من الأرض واتسع لا شجر فيه ولا نبات. يحسبه الظمآن العطشان المحتاج إلى الماء، يحسبه ماء، لكن هذا حسبان باطل وظن خاطئ، فيمشي إليه ويقصده ليزيل ظمأه، لكن لا، حتى إذا جاءه، جاء موضع السراب، لم يجده شيئا ولم ير ماء. فماذا يحصل له؟ ربما يحصل له الهلاك، يموت عطشا وهو يجري وراء السراب. فكذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب، يظنها الجاهل الذي لا يدري حسنات عظيمة تغره صورتها. اخترعوا وطوروا وسهلوا حتى إذا قدم صاحبها على الله يوم القيامة فإنه يرى ثواب عمله قد حبط وضاع، لا تغني عنه شيئا ولا تنفعه. كما أن السائر في الأرض لا يجد ماء بعدما ظنه ماء وهو سراب فيهلك. ولاحظوا بقيعة، كلمة بقيعة أرض جرداء ما فيها شجر ولا نبات، هذا مثال لقلوبهم ما فيها إيمان ولا توحيد. يظن الكافر أن أعماله ستنفعه لأن التاريخ سيخلده، ولكن المهم يوم القيامة، الدنيا هذه ستنقضي بالطول بالعرض ستذهب، لكن الدار الآخرة دار القرار والاستمرار، هنا الخيبة العظيمة أو الفوز العظيم. وإذا كان العطشان لا يجد شيئا في السراب ونهاية أمره الحسرة والخيبة، فكذلك الكافر إذا قدم على الله ووجد الله عنده فوفاه حسابه
تعب هذا ونصب في العمل لكن ما في توحيد، ما في إيمان، أو ما في إخلاص. قال تعالى: والله سريع الحساب، يحاسب الخلق جميعا كما يحاسب نفسا واحدة. فلا يستبطئ الجاهلون هذا الوعد، فإنه سيأتي. إذن هذا المثل يعلمنا النظر في حقائق الأمور، وأن لا نغتر بالظاهر ونقف فقط عند المنفعة الدنيوية وما حصل من الرخاء وما حصل من الترف وما حصل من هذه المصلحة الدنيوية فقط، وأن ننظر بميزان الشرع، وأن نقيم الأمور بميزان الله. وهذا مهم جدا يا إخواني، مهم جدا. فقد يكون أحيانا الفلاح البسيط الغير مثقف والمؤمن بالله صاحب الفطرة السليمة الذي يؤذن في رأس جبل ويصلي خير عند الله وأحب إلى الله، ويوم القيامة فوق كل المخترعين الكفار وكل هؤلاء أصحاب المليارات التي ينفقونها في العلاج والتعليم والتطوير، ولكنهم يكفرون بالله، يجعلون له أندادا، ملاحدة لا يؤمنون به أصلا، يشركون معه، يعتقدون له ولدا وزوجة ونحو ذلك. إذن ما هي أهم حقيقة في العالم في الكون؟ توحيد رب العالمين، هذا هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال. نسأل الله أن يرزقنا التوحيد والإيمان، وأن يميتنا على ذلك، وأن يرضى عنا، إنه سميع مجيب قريب.